انا جيت لعندك كشفة الرأس وما قلت لا، فانا بدي اشكرك، بس كمان ما طلعت في كل النصف ساعة تبع البرنامج، ليش؟ هو هذا الجديد في الذي نطرحه. أنا سيدة جزيل، أنا لست موكلا في أن أحجبك، أنا موكل في أن أغض البصر. أنا أمرت شرعا أن أغض البصر، ولكنني لم أؤمر شرعا أن أضع الحجاب على رأسك، ولا أعتبره لا نوع من الاحترام ولا سوى. لذلك لم يكن الأمر بالنسبة لي محط نظر.